الو. الو، ايوه. السلام عليكم، ازيك يا اسامه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ انا مبسوطه جدا ان انا بكلم حضرتك، وكنت نفسي ان انا اكلم حضرتك والله. ربنا يخليك يا رب. طب اتعرف بيكي؟ مش ممكن، مش لازم الاسم. ممكن مش لازم الاسم. طب كام سنه؟ 26. مرتبطه؟ كنت. وايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا سبته وتعرفت على واحد. المفروض ان هو يجي، وهو عايز ان احنا نتكلم في التليفون، وعايز علاقه وعايز كل حاجه، بس اهم حاجه ما يجيش. يعني هو بيتغير معايا وما اعرفش ايه السبب. يعني هو عايز يتكلم في التليفون وعايز يعمل معاكي علاقه، بس اهم حاجه ان هو ما يجيش. لا، ما يجيش دلوقتي. يعني هو مش لازم يجي دلوقتي ولا يجي خالص، عشان عارفه تحمليني ولازم تكوني جنب اللي انت بتحبيني. اها. طب هو طلب منك علاقه، عمل العلاقه؟ كامله يعني؟ لا مش يعني كاملة، يعني انت فقدتي عذريتك. ومش عايز يجي. هو حاليا دلوقتي متغير معايا يا اسامة. هو اتغير معاكي بعد ما عمل العلاقة؟ لا، من قبل ما عمل. قلت ممكن بعد ما يعمل العلاقة ممكن ان هو يتعدل معايا. يعني انت كنت بتراضيه باي شكل عشان بس ايه؟ عشان بحبه. طب ايه السبب اللي خلاه يتغير معاكي؟ معرفش، بس انا يعني الاقيه فاتح الفيس على طول، عايز ان احنا نتكلم على الفيس وعلى الواتس بس. لكن هو يتكلم معايا؟ لا، مش عايز يتكلم معايا. عنده كام سنه؟ عنده 26 برضك، من سني. وانا مش فاهمه السبب. طب ايه اللي مغيرك؟ طب ايه في ايه؟ لا مفيش، انت مش عارفه انت مالك وانت متغيره معايا وما اعرفش ايه السبب. ولا متغيره معايا ولا حاجه. ممكن تكون انت بتغيري عليه قوي جدا. بس الاول يعني دلوقتي خلاص يعني ماشي نتكلم. الاول كان بيكلمني في التليفون على طول يا اسامه، دلوقتي مفيش اي حاجه خالص. اجي اكلمه ما يردش عليا. دلوقتي كل ما يكلمني يقول انت حسيتي، انت جسمك ايه، مش عارفه جسمك ايه، عشان انا كنت مليانه. فطب ماشي، لو اتجوزنا ايه نظامك؟ لا، انا عايزك تكوني رشيقه وعايزك تكوني كويسه. ده بيشتري بالوزن يعني. فانا سبته وما كملتش معاه، وقلت خلاص مش مشكله. بلاقيه فاتح الفيس على طول ويجي ينزل الحاجات. لازم يعني ما فيش ثقه، ما فيش اي حاجه، وبينزل حاجات غريبه وبنات كتيره بتعلق له. حاليا دلوقتي يا اسامه في قريبي ان هو بيحبني، وكان الاول شايفني ما فيش اي حاجه خالص. كان يقول لي كلمي صاحبتك، عايزه اكلم دي وعايزه اكلم دي. كنت انا اللي بخليهم يكلموه عشان انا كنت مليانه. فلما حسيت حلوت في نظره، فيقول لي انا حبيتك وعايز ان انا اتقدم لك. يجي يقول لي يعني اختبرت امبارح، وبقول له انا معايا رقم بنت عمتي. يقول لي طب اديني رقمها اسلم عليها. طب معايا رقم اديني اكلم اسلمها، بس انا حبيتك انت وعايزك انت. فانا مش عارفه يا اسامه اكمل مع ده ولا مع ده، ولا اعمل ايه؟ التاني مطنشني خالص، وكل ما اكلمه ما يردش عليا. والتاني وقريبك ده، وقريبك ده اللي عايز يكلم بنت عمتك ويصاحب دي ويعرف عليكي دي ويعرف منك كنت دي. كنت انا الاول، بس دلوقتي يقول لي لا انا بكلمهم كاصحاب. كان بيكلم بنت اختي وكان بيكلم بنت عمتي، يقول لي لا انا بكلمهم كاصحاب. بس انا دلوقتي حلويت في نظري، يقول لي انت بالنسبه لي حاجه تانية لما خسيت. طب لو عارف ان انت فقدتي عذريتك هيقدر ارتبط بيكي؟ مش عارفه يا اسامه، بس هو بيقول لي انا ممكن اعمل اي حاجه عشانك. اي حاجه عشانك يعني ايه؟ يعني لو قلت له انا فقدت عذريتي، متخيل ان هو ممكن يوافق ويقول لك انا هرتبط بيكي؟ مش عارفه، بس بالعلم يا اسامه ان هو بيشرب وان هو اتسجن قبل كده كمان. بس اهلي عارفين لان هو قريبي. اتسجن في ايه؟ اتسجن اتاخد في قضيه مخدرات يعني. بس هو دلوقتي بيقول لي انا خلاص ما بقيتش. اتاخد تعاطي ولا اتاخد تعاطي ولا اتاخد تجار؟ مش عارفين. وهو ما بيقولش الصراحه. خد قد ايه سجن؟ خد سنه ولا مش عارفه سنتين بالحدود دي. بس يعني بيطلع ويخش على طول عادي. يعني يقول لي لا انا خدت كده، لو عملت فيش او اي حاجه ما فيش اي حاجه عليا. يقول لي انا مظلوم. وبيطلع يخش سجن كتير يعني؟ لا، هو مرتين بس. مرتين؟ لا انا مظلوم. والمرتين تعاطي؟ لا، مره عشان ضرب واحد، وظابط هو اللي كان مستقصده.
المهم ان ابوه بيحبني جدا وعايزنا يعني، هو كان الاول بيتحايل علينا ان هو ياخدني وهو ما كانش موافق، دلوقتي لما حلوت يعني عايزني. طب بص يا بنت الناس، اول حاجة مش هتاخدي عيل رد سجون. تمام. عيل رد سجون ده يعني انت مش تاخدي واحد تتمرمطي معاه مبدئيا يعني. تمام. فواضحة كده؟ انا ده عيل رد سجون. عيل خارج داخل السجن. ما اتغيرت، ما بقيتش زي الاول. امال بقى ايه؟ بقى ايه؟ بيقول لنا حاجة تانية. اه بيشتغل مدرس كيمياء يعني مثلا؟ نعم. بيشتغل مدرس كيمياء؟ لا بيقول لي انا دلوقتي بشتغل ومش بشرب والله وانا بقيت كويس. اها. وهو يا أسامة بالعلم ان الولد اللي كنت بكلمه اللي عامل معايا علاقة كنت اقول له مثلا اسمع أسامة بيقول حاجة اسمع ما تزعلش مني يا أسامة هقول لك على حاجة. كان بيشتمني ويقول لك ده كلام ملزق. لا على فكرة ده تافه و... ايوه ايوه اللي بتكلمه مش اروح انا مزعقاله، يقول لي وانت بتزعقي لي عشان برنامج زي كده؟ بصي يا عشان انا بحب البرنامج ده. لا 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 أسمعه. بصي بقى انا ستي راجل تافه، انا راجل عبيط. انا يا اسامه والله انا بحب اسمعك وانا صغيره انت يا عارف. يا ستي انا على انا مش زعلان، انا مش زعلان، انا اللي زعلان عليه انت. انا مش زعلان على كلامه، انا زعلان عليك انت. انت اللي تعرضتي الموقف مع انسان ما عرفش ياخد منك حاجه وما عرفش ياخد منك ايه وصاحبك فتقل عليكي حبتين فدلقتي على وشك اديتي له نفسك فقدتي عذريتك ورماكي. ومتغير معايا يا اسامه. ده تصرف اي شاب سافل في الدنيا، دي تصرفات السفله اللي هو يصاحب بنته وياخد منها اللي هو عايزه ويرميها. يقول لي على فكره اي حد بيحصل ما بين واحده وواحد كده عادي. اه على اساس ان احنا خلاص بقينا في روسيا. يقول لي لا انا ما سبتكيش، انا فاضل معاكي ما سبتكيش والله معاكي. طب بصي بقى بنت الناس، بطلي غير على الشاب ده خالص وبطلي جنان وهبل. يا اسامه بقالي اكتر من اسبوعين ما بكلمهوش وهو مطنشني خالص. ايوه خلاص ما واخد منك اللي هو عايزه. على الفيس وانا بنزل صور على الفيس ان انا فرحانه ومفيش اي حاجه مضايقاني، هو ولا عادي وبيفتح الفيس عادي ولا ايه ولا اكني بعمل حاجه. يعني انا قلت هنزل صور افراح وناس تعلق لي او اي حاجه، انا كنت اخر مره قلت هنزل شبكه واعرفه ان انا اتخطبت. شوف هيعمل ايه، بس مش عارفه اعمل ايه. لا ما تعمليش كده، انت تتكلمي معاه تاني قولي له بص يا ابن الناس عشان نقطع عرق ونسيح دمه، انا دلوقتي موجوده، احنا مكملين مع بعض ولا نقطع عرق ونسيح دمه وكل واحد فينا يروح لحاله؟ هيقول لك لا كل واحد فينا يروح لحاله، انت ما تلزمنيش. طيب يا حبيبي انت ما انا ما الزمكش وانت ما تلزمنيش، انت فضيت عذريتي والموضوع ده مش هيعدي بالساهل بقى. هيخش فيه بقى ابويا وامي واهلي واهلك والدنيا هتولع وابن عمي البلطجي وابن خالتي بما انك بقى انت، انا مش هروح اقول لابويا ان انا كده رحت سرحت، انا هقول لهم اللي عمل ده فلان الفلاني وهم يتصرفوا معك. هتعمل ايه بقى يا عم الخفه؟ واسمعي رايه مليون مره، ما تفرطوش في نفسكوا يا جماعه، مفيش حاجه اسمها الحب بقى كده اليومين دول، اليومين دول واليومين اللي فاتوا واليومين اللي قبلهم واليومين اللي جايين والايام من ايام سيدنا نوح، مفيش حاجة اسمها كده واحدة بتفرط في نفسها. الشاب اللي بياخد حاجة من بنت بيرميها رمية الكلاب. الولد اللي بيقدر ياخد حاجة من بنت بعد كده ما بتلزموش. هقولها تاني وبوضح، ويا ريت اللي سمعني يقول للي ما سمعش. ولكل أم وكل أب خلوا بالكم من ولادكم. البنت اللي تفرط في جسمها وفي عرضها وفي شرفها الولد ما بياخدهاش. ما ينفعش نفرط. الولد بيجري على المعززة المكرمة الغالية اللي ما اتلمستش. يعني هيبقى ولا ده ولا ده. لحظة ضعف منك عشان خايفة لا يسيبك ويغور في داهية، فتقومي رمياله نفسك، طب ما كان غار في داهية، ما هو كده كده هيغور في داهية. الشاب اللي يقولك تعالي وانتي واصل والحياه كده والدنيا بقت كده وانا بحبك وانتي مراتي قدام ربنا وانا اصلي وانا ما اقدرش اعيش من غيرك، انا عايز منك ده علشان الاسطوانات دي بقى بتاعت لو ما خدتوش منك مش عايز ابص لبره، يغور في داهيه. يا بنات الناس خليكم بنات ناس. لساني دلدل، حرام تعملوا كده في نفسكم. يا بنات الناس اللي بتعملوه ده اسمه ببساطة
وبسهولة وبدون أي اختراعات، اسمه زنا. يعني بتشيلي ذنب كبير جدا وبتترمي في الشارع في النهاية. هقول لكم ايه تاني وعد لكم ايه. خلوني اوجه كلامي بقى للشباب، لو بتخاف ربنا ما تلعبش ببنات الناس، لو بتخاف ربنا ما تضحكش على بنت وتاخد منها شرفها وفي الاخر ترميها، لان ربنا مش هيسيبك. اسمعني كده كويس يا حبوب وركز معايا، ربنا مش هيسيبك، هتتقرطس احلى قرطاس في حياتك، هتتجوز بنت الناس اللذيذة اللطيفة من وجهة نظرك، وهتنزل تروح شغلك وهتتقرطس يا معلم، وان ما تقرطستش من مراتك هيتعمل كده في بناتك. تأكد ان ربنا ما بيسيبش، ما تلعبوش الدنيئة مع بنات الناس، لان ربنا مش هيسيبكم. انا بقولها لكم وبكرر كلامي.